اتجهت الحكومة الموقرة مؤخرا وبعد دراسة مستفيضة لإصدار قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي، حيث بات هذا التوجه ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يعيشها العالم بأسره. وبالرغم من أن هذا القرار لقي تأييدا من السلطة التشريعية والاقتصادية، إلا أن الاختلاف في وجهات النظر كانت تحوم حول آليات تنفيذه. في كل خطوة تقدم الحكومة على اتخاذها وفي أي قرار تتخذه تضع أمام نصب عينها مصلحة المواطن، هذا هو نهج الحكومة الذي لا تحيد عنه مطلقا. فجميع الشواهد دليل على ما استطاعت الحكومة أن تقدمه عبر سنوات مضت من برامج تنموية وخدمات تليق بطموحات المواطن البحريني، ولم تقف عند ذلك فحسب، بل استطاعت أن تتجاوز أيضا كافة المطبات الاقتصادية التي اجتاحت العالم دون أن يشعر المواطن للحظة واحدة بالعبء الذي يقع على كاهلها، ودون أن تسمح أيضا بالمساس بالمكتسبات التي تقدم له. حاليا سعر النفط دون 50، والميزانية مبنية على 60 دولار للبرميل. بال60 دولار للبرميل عندنا عجز في حدود 1,500,000,000 دينار بحريني. ما في موارد أخرى ممكن نغطي هالعجز اللي موجود. هذا جانب. الجانب الآخر، حسب تقديرات الاقتصاديين عالميا، ما في بوادر تحسن في أسعار النفط خلال السنة دي والسنة القادمة. بالعكس، بعضهم متشائمين إلى درجة أنه يقول قد يصل سعر البرميل إلى 20 دولار خلال السنة 2015 و2016. فلذا في عندنا عجز كبير موجود. فلذا الدعم بشكل أو آخر لازم ندرسه من جد وجديد وبتأني ودقة. المستحق من المواطن عليه أن يستفيد من الدعم، ولا بد من مواصلة الدعم. الآن هل نبتدي بدعم على اللحوم أو نبتدي الدعم على الجانب الآخر؟ أنا من رأيي أن نبتدي باللي هو أكبر، والأكبر حجما حاليا من الدعم وفي مجال المحروقات والكهرباء. فعلينا نبتدي ندرس كيفية تقليل من الدعم تدريجيا في هالمجالات قبل الأغذية. الأغذية ممكن تأخيره، لأن حتى مبلغ الدعم بالنسبة على الأغذية ما هو مبلغ كبير على أساس الواحد يقول مثلا المبلغ كبير ذي راح يأثر أو راح نخفض العجز بشكل يعني ملحوظ وملموس. لا، وأنا شخصيا أعتقد أن كل شيء لازم يبتدي بالتدريج. واليوم وبعد دراسات مستفيضة للوضع الاقتصادي، قررت الحكومة أن تغير من سياساتها باتخاذها قرار إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطن. ففيما سبق كانت الحكومة تدعم المواد الغذائية وقطاع المحروقات والكهرباء والماء، وكان المستفيد هو المواطن والمقيم وحتى المحال التجارية والمطاعم والمصانع والمؤسسات على حد سواء، مما استدعى من الحكومة اليوم اتخاذ هذا القرار والبدء في تطبيق الإجراءات ليكون المستفيد الوحيد من الدعم الحكومي هو المواطن فقط. بالنسبة حق الدعم، الكل متفق، وإحنا في سنوات عديدة نادينا وكان صندوق النقد الدولي ينادي برفع الدعم وتنويع مصادر الدخل، وإحنا في مجلس النواب عند تشكيل اللجنة من معالي رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا تم تشكيل هذه اللجنة
مع الحكومة لدراسة الدعم الحكومي مع تنمية الإيرادات الحكومية. كانت رؤيتنا وضعنا رؤية في مجلس النواب بالنسبة حق الدعم ككتلة واحدة، لا يجب أن تجزي هذا الدعم إلى على جزيئات، وتالي ما ندرس احنا التبعيات بالنسبة حق الدعم. يومين احنا سوينا رؤيتنا في مجلس النواب، خذنا في عين الاعتبار أربعة أشياء. حطينا تأثير على المواطن البحريني، تأثير على الأجنبي، تأثير على القطاعات الاقتصادية والقطاعات المعنية، بالإضافة إلى نسبة التضخم بالنسبة حق الدعم، بالنسبة حق بعد رفع الدعم كم نسبة التضخم راح تصير. يجب أن احنا في مجلس السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية أن تدرس البنود جميعا كتلة متكاملة وتطلع برؤية مشتركة، وبعدها يبتدي التدريج في اتخاذ القرارات والتدريج في رفع الدعم. ما يصير ان انا ارفع الدعم مرة واحدة. هذا القرار لقي تأييدا بحد ذاته كونه الطريقة الصحيحة نحو زيادة الإيرادات الحكومية، لكن قد تختلف وجهات النظر في آلية التنفيذ، وهذا بحد ذاته أمر صحي وطبيعي. سهير عصفور لمركز الأخبار، تلفزيون البحر.